رماد الأمانة وصون الوديعة. عكفت مدرستنا منذ إنشائها على الاهتمام البالغ بالتكوين الأولي للمتربصين الجدد، وكذا التكوين المستمر وتحسين مستوى منتسبي جهاز الجمارك الجزائرية. وفي هذا الإطار تلقت الدفعة المتخرجة المتكونة من 138 عون رقابة تكوين شبه عسكري نظري وتطبيقي وعملياتي مساير لأحدث المناهج البيداغوجية المعتمدة والمتجددة، مما سيمكنهم من أداء مهامهم النبيلة الهادفة إلى حماية والدفاع عن الاقتصاد الوطني.